السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي التلاميذ مشتركي قناة كورفابور. هذه السلسلة سوف تكون حسب حول التوجيه المدرسي، إمكانية التوجيه بالسلك الثانوي التأهيلي. هنا يعني السلك الثالثة ثانوي إعدادي، يعني من بعد الثالثة إعدادي أشنو هما الشعاب اللي ممكن يعني يدير التلميذ من بعد الثالثة إعدادي. الو، كاين بالنسبه للجيدة المشترك، سلك الجيدة المشترك، كاين الجيدة المشترك للتعليم الاصيل، كاين الجيدة المشترك للاداب والعلوم الانسانيه اللي تنقولوا لها الاداب، وكاين الجيدة المشترك علوم، وكاين الجيدة المشترك تكنولوجي، وكاين الجدو المهنيه، يعني الجيد المشترك المهني او التكوين المهني مستوى التاهيل. مستوى التاهيل يعني الكاليفيكاسيون بالنسبه للناس، غالبا الناس التلامذه اللي تيكونوا فوتوا العام الثالث وما نجحش وبقاش عنده الامكانيه انه يتسجل في الثالثه اعدادي. الو، هنا بالنسبه للسلك الجيد المشترك التعليم الاصيل، له الحق انه من بعد يدوز للسنه الاولى بكالوريا مسلك العلوم الشرعيه، ومن بعد غادي يكون مسلك العلوم الشرعيه، يعني تكمل في مسلك العلوم الشرعيه بالنسبه للثانيه بكالوريا، او ممكن يمشي لمسلك اللغه العربيه، مسلك اللغه العربيه تيكمل في مسلك اللغه العربيه، او يمكن يكمل يعني شعبه يعني الاداب والعلوم الانسانيه. هذا يعني هذا المسلك اللغه العربيه وشعبه الاداب وشعبه العلوم الاقتصاديه والتدبير وشعبه الفنون التطبيقيه، هذه يعني ممكن يديروها يعني جد مشترك التعليم الاصيل وجد مشترك اداب والعلوم الانسانيه، ممكن يديروها في السيزيام، يعني من بعد ما يقرا العام الاول ديال الجد المشترك ممكن يمشي يدير. بينما الناس اللي دايره ادب ما عندهاش الحق دير مسلك العلوم الشرعيه، لان يعني مسلك العلوم الشرعيه كاين غير بالنسبه للناس اللي دايره التعليم الاصيل. الوغ مسلك اللغه العربيه ممكن يكمل في مسلك اللغه العربيه. بالنسبه لشعبه الادب والعلوم الانسانيه عنده الحق يدير اما مسلك الادب او مسلك العلوم الانسانيه. بالنسبه للناس اللي مشاو داروا تخصص ديال شعبه العلوم الاقتصاديه والتدبير، ممكن يدير مسلك العلوم الاقتصاديه او مسلك علوم التدبير المحاسباتي. والناس اللي داروا شعبه الفنون التطبيقيه تيكمل في شعبه الفنون التطبيقيه، دونك ما عندهاش بالنسبه للثانيه بكالوريا ما عندهاش الحق يكمل في شي شعبه اخرى من غير الفنون التطبيقيه. هذا بما يخص بالنسبه للجد المشترك التعليم الاصيل وجد المشترك الادب. الو، بالنسبه للباركور ديال الجد المشترك علوم وجد المشترك تكنولوجي، يعني عندهم نفس الخاصيات، يعني قريتي سواء قريتي جد المشترك علوم او جد المشترك تكنولوجي تيكون عندك الحق من بعد دوز لشعبه العلوم التجريبيه او شعبه العلوم الرياضيه او مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيه او مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائيه او شعبه العلوم الاقتصاديه والتدبير او شعبه الفنون التطبيقيه. هنا يمكن الالتحاق بالاكاديميه الملكيه للاكاديميه بمكناس، العسكري بمكناس، شعبه العلوم الرياضيه او شعبه العلوم التجريبيه، وايضا بالنسبه هنا ايضا امكانيه الالتحاق بالثانويه الاعداديه التقنيه الجويه بمراكش بالنسبه لشعبه العلوم الرياضيه. لكن هادو كلهم تيبقاو يعني عندك شعبات الاقتصاد وشعبات، يعني تيبقى تيكون واحد الانتقاء، تيكون واحد الانتقاء على النقاط. عندك مسلك التكنولوجيا والميكانيك بالنسبه للجهه المشترك التكنولوجيا هادو تيدوزو مباشره لهذا الشعب، لكن بالنسبه للجهه المشترك علوم تيكون واحد الانتقاء باش ندوزو من فقط شعبه العلوم التجريبيه هي اللي فيها الباساج مباشر. ولكن تتبقى دائما الرغبه ديال التلميذ، الا كانت عنده رغبه وعنده نقاط، راه تيدوز لهاد الشعاب اللي هي شي شويه شعاب تيكون فيها يعني تتسمى الشعاب المحدوده، يعني تيكون ما تيكونش بزاف الاقسام، ماشي بحال شعبه العلوم التجريبيه تيكونوا بزاف الاقسام. بالنسبه لشعبه العلوم التجريبيه اشنو هما المسالك اللي يمكن يدوا؟ كاين مسلك علوم الحياه والارض، كاين مسلك العلوم الفيزيائيه اللي تسمعوا اس في تي و بي سي، وعلوم الزراعيه. هادو كلهم من بعد في اولى بكالوريا علوم تجريبيه ممكن تختار هاد الشعب ثلاثه. شعبه العلوم التجريبيه يعني ممكن دير مسلك العلوم الرياضيه الف او مسلك علوم الرياضيه باء.
بالنسبة لمسلك العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية تتكمل في نفس المسلك، وبالنسبة لمسلك علوم التجربة الكهربائية، علوم والتكنولوجيا الكهربائية أيضا تتكمل في مسلك العلوم والتكنولوجيا الكهربائية. بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتدبير أيضا تتكمل في مسلك العلوم الاقتصادية، مسلك العلوم التدبير. وبالنسبة لشعبة الفنون التطبيقية فتبقى أيضا تابع لشعبة الفنون التطبيقية. وبالنسبة لهذو الجذوع المهنية أو التكوين المهني، الإشارة أن التكوين المهني قلت مستوى التأهيل، يعني الناس اللي تلت إعدادي اللي ما تكونوش ناجحين ممكن يمشي يدير تكوين مهني أو يعاود تلت إعدادي، مي غالبا ما تمشي الناس اللي ما تكون عندهمش الباقة الحقية باش يعاودوا التلت إعدادي، تمشي للتكوين المهني، الكاليفيكاسيون بالنسبة للتكوين المهني. هذه الجذوع المهنية غادي نحاول نفصلها في الفيديو التالي، وغادي نحاول نفصل يعني كل جيد مشترك بشنو هما الأهمية ديالو، اشنو هما الخصوصيات ديال كل يعني كل شعبة اشنو هما الخصوصيات ديالو. دونك ونشكركم من بعد ما يعني حاولوا تشاركوا هذه الفيديوهات مع جميع التلاميذ. غادي نحاول انني ندير سلسلة ديال التوجيه والشعب باش كل شيء يحاول تكون عنده واحد الفكرة على سبب التوجيه، وشكرا لكم.